لمزيد من المتابعة ينضم إلي من الحديدة عبر الهاتف محمد المغاربي مراسل الغد. إذن محمد، ما هي طبيعة الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في الحديدة على غرار أن هناك اتفاق يلزم هذه الميليشيا بعدم الخرق؟ صباح الخير. طبعا خروقات إنسانية وعسكرية. طبيعة الخروقات كالعادة إلى الآن تجاوزت 200 خرق منذ بدء إعلان الهدنة الإنسانية. خلال 24 ساعة الماضية اختراقات في مدينة الحديدة، قصف متواصل على حي المنبر الشعبي جنوب غرب مدينة الحديدة، أيضا سقوط قذيفة على أحد المنازل في شارع المعدل وسط المدينة أدى إلى إصابة شقيقين، قصف على مديرية حيث وعلى مدينة حيث بالتحديد، وهناك سقوط امرأة، استشهاد امرأة وسقوط أخرى. أيضا عسكريا الميليشيا شنت هجومها على موقع للقوات المشتركة على ألوية الزرانيق شرق مديرية الدبيهني بهدف تكرار المحاولات لقطع خط الإمداد الساحلي. هي لا تريد السلام، هي تريد أن تطوق مدينة الحديدة من جميع الاتجاهات، تريد أن تكسب مزيدا من الوقت. هي الآن تحقق مكاسب عسكرية واستراتيجية على الأرض من خلال التهدئة الإنسانية بمدينة الحديدة. الآن يعني استقبلت مدينة تعز 3000 مقاتل من الحوثيين أثناء فترة التهدئة التي شنت الحديدة. استغلت الميليشيا الحوثية هذه التهدئة وأرسلت مقاتليها إلى تعز 3000 مقاتل وأربع دبابات استعدادا هناك لحصار المدينة، الذي من المفترض والمطروح في اتفاقية السويد على أنه يفتح الحصار عن مدينة تعز من جميع الجهات. لها مترقص واحد الضباط، تريد ميليشيا الحوثي الآن في طريقها لإغلاقه. طيب محمد، أريد أن أسألك أيضا بالنسبة لإعادة انتشار الحوثيين في الحديدة وكذلك الاتفاق الجديد الذي يشرف عليه كاميرت، هل هناك بوادر لالتزام الحوثيين اتجاه هذه المسألة وهي مسألة الانتشار، أم أن هناك تحايل كما حدث مع تسليم الميناء؟ كل المؤشرات لا تدل على أن هناك بوادر. يا أخي العزيز، الميليشيا لم ترضى أن تفتح الاتصالات، أغلقت الاتصالات والإنترنت منذ أكثر من شهر على مواطنين داخل مدينة الحديدة يريدون أن يتواصلوا مع أهاليهم، يريدون أن يطلعوا ما يدور في العالم، ما يدور حول مدينة الحديدة، حول هذه الاتفاقات. لم يستطيعوا، لم يتوفر الانترنت، لم تتوفر الاتصالات. كيف لهذه الميليشيا التي قطعت الانترنت ولم تريد إعادته أن تسلم ميناء الحديدة؟ ميناء الحديدة يعني لها الكثير، يعني مزيد من السلاح عبر الإمداد البحري من إيران، يعني سيطرتها على المساعدات الإنسانية، على الموارد الاقتصادية، حتى المساعدات الإنسانية تستلمها من مدينة الحديدة ومن منظمات خارجية، من منظمات إنسانية إغاثية، وتغلفها بشعاراتها أو بشعارات كربلاء وتوزعها إذا مررتها وتوزعها خلال الفترة الماضية، توزعها في صنعاء وضواحي صنعاء. الميليشيا الحوثية تتحايل على كانت إشارة أنور القرقاش واضحة بأنها كشفت طبيعتها الإجرامية وأنها تعرضت في رسالة واضحة للطبيعة الإجرامية، ليس ولا يجدي معها إلا الحسم العسكري داخل مدينة الحديدة. اتضحت الصورة محمد. الآن يقولون أن الحسم العسكري هو الأجدى، كان سيوتر عليهم الكثير. الآن ذهبت الميليشيا الحوثية بعيدا، ربما يعني خلال الأيام القادمة سينكشف الغطاء أكثر على هذه الميليشيا وعلى الخروقات. أشكرك محمد المغاربي مراسل الغد، كنت معي عبر الهاتف من الحديدة.